وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد وزير الشؤون والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز الشيخ أن السلطات السعودية قدمت جميع أوجه الدعم والمساعدة للحجاج من أجل تحقيق انسيابية الحج. كما أوضح وزير الشؤون والدعوة والإرشاد بالمملكة أن الحجاج يتمتعون بحالة صحية جيدة. لا شك أن ما قدمت المملكة العربية السعودية من إنجازات كبيرة في تحقيق انسيابية الوصول إلى عرفة من خلال الطرق ومن خلال الخدمات المتميزة، سهل وصولهم منذ البارحة إلى اليوم إلى عرفة وهم بصحة وعافية وفي غاية السعادة. كل شيء ولله الحمد تم توفيره لهم، وكلهم يلهجون بالدعاء والثناء على قيادة المملكة العربية السعودية على ما قدمته لهم من خدمات. الحمد لله، أبشر المسلمين في العالم وأبشر على وجه الخصوص المسلمين في مصر الغالية والعزيزة على قلوبنا أن الحجاج من جميع الجنسيات وفي أحسن حال وفي صحة وعافية وأمن واستقرار.